كانت تجي في إطار الدورة الرابعة لمهرجان أصبع الواحة بطاطا التي تنظمه الجمعية الإقليمية للتنمية والمحافظة على التراث، وذلك من يوم 13 إلى 22 جانفير 2018. الحمد لله وصلنا يعني النتائج المتوقعه في هذه الندوه الصحفيه، حيث تم هناك نقاش مستفيض يعني بين الصحفيين الاعلاميين والجمعيه الاقليميه يعني في جميع الفقرات ديال والانشطه ديال يعني ديال المهرجان. انطلاقا من هذا المهرجان اللي ان شاء الله نتمناو يكون واحد البوابه لتسويق هذا المنتوج ونحيد هذا الغبار على ان طاطا الاقليم مستهلك. ولماذا من هذا المهرجان؟ لأنه تعتبر شحمل واحد يعتبر أنه مهرجان شطير وديع ولا مهرجان يقتصر فقط على الفولكلور، وهذا خطأ. فانطلاقا من برامج مسطرة هذا المهرجان هناك ثلاثة واحد محاور، المحور الأول هو المحور الفني وفيه خليط بما هو محلي. كما تعرفون ان طاطا تسخط تراث فولكلوري حساني مختلط، يعني فيه امازيغ وعرب. كاين الشق الثقافي، الشق الثقافي فيه مجموعه من التكوينات فيما يخص الواحه، يعني الواحه ان طاطا من بين اكبر المدن التي تحتوي على تقريبا اكثر من 200 واحه. جانب اخر هو جانب ديال الرياضه والطفوله. في هذا الجانب يعني فهي انشطه موازيه، علاش نجعلوا مهرجان طاطا. ايها الحضور الكرام، شكرا لحضوركم. ايها الاعلاميين، سررنا بلقائكم، وكذلك الشكر موصول للفنانين الحاضرين معنا. وهذه الندوة الصحفية المنظمة بمدينة أكادير اعتبرناها نقطة انطلاق المهرجان. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.